نسال الغالي ديالي كديري لاباس عليكم كلشي بخير كنتمنى تكونوا بخير وانا خير مرحبا بكم معايا فيديو جديد في القناه كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال المهم الغزالات كنتمنى الناس اول مره كيشاهدوني كنطلب منكم الهضره دابا تابوناو في القناه تفعلوا الجرس باش توصلوا كاع الجديد ديالي في الوقت خليوا لي لايك وكومونتير باش نعرف المحتوى ديال القناه يعجبكم المهم الغزالات اليوم غنمشي لكازا غنوصلوا ماما ان شاء الله لونجلي وصافي حتى سيمانه وهي ان شاء الله غادي ترجع من السمار ماما امير محيي امير يلا بابا كزا يلا الغزالات نعاودو نتلاقاو جينا نيشان نتغداو لانه ما تغديناش في الدار الصراحه مشهيل الحوت وقلنا نوصلوا هنا عاد باش نتغداو دابا غادي ننزلوا او ها نتوما معايا وصلنا جينا نتغداو هيا ماما مشوش معايا السيمانه كلها حتى رجعت لكازا البنات لاباس عليكم بخير دانيين صحيحه لاباس المهم البنات كتشتو يعني التعقيم على الباب وكتقيسو الحراره اي بلاصه مشيتي دابا صافي غنشوفو شنو غنعرفو ما خليتش انا فين كاين الحوت ولكن الحوت ديال امين تيبقى بوحدو بالنسبه لي انا تيبقى بوحدو صافي دابا الناس غادي نتغداو وتسعى نعاود نرجع عليكم نشوفو شنو غادي نديرو في هاد النهار هذا غادي نمشيو لبرنوصي شوف غناخد شي تويبات هكا ديال الجلبات ديال الصيف ما عنديش وصافي المهم كتشي حاجه غنصور عليكم كريب هادو هادو مزيان على هذاك لا يزوي
شحال خوفنا هاد القنادر كاين غير هاد الموديلات صافي. حنا جينا دابا لحدا اتقدم شوفوا كاينه مروه وكاينه كيابي وكاينه واحد المكازا اخرى شوفوا هنايا شي حاجه خاينه وصافي خدنيا راه عامره عامره الحركه مروه باش نشوفوا اولاد ديالها ها جنبوره خلي لك كنت بغيت ديك خطره لا ماشي بحال الطبقه الاخرى الداخل شوفي راه ندخل هنا غزالات وجينا دابا للدار ان شاء الله نطلع نشربوا شي كذا الاسيل ونشدوا الطريق جات حالنا وصافي هادشي اللي كاين وغنسيو معايا البنات شوفوا شعري مركز كيولي حاد في الحاله هاي 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 انا رجعت لكم الغزالات المهم بقيت رجعت لكم الفيلا دابا حنا شدينا الطريق غادي نرجعي ان شاء الله في حالنا دخلنا لواحد الطاسيو ناخذوا شي حاجه هكا الماء ولا هذا ونمشيو الساعه نكملوا الطريق وصافي هادشي اللي كاين انا قهرني التعقيم فين ما دخلت كي تعقم خذ لك هادي يا الغزالات ديالي درت الضو باش نبان لكم لان في الطوموبيل وشدينا الطريق باش نرجعوا ان شاء الله في حالنا يلاه المهم طلعنا للدار قبيله غير شربنا اتاي بالزربه وخرجنا باش يلاه راكم عارفين تخيلوا معايا دابا شحال الساعه دابا راه شي 10 يلاه يلاه البنات صافي دابا هنا وقفنا في واحد ستاسيون ناخذوا شي حاجه هكا للدراري شويه الكلاص تخربيق وصافي نكملوا الطريق ديالنا وهانتوما معايا نوصل للدار ان شاء الله ونوريكم شنو خديت التويبات اللي خديت قبيله واحد البيجاما المهم نوصل للدار نعاودو نطلق هادشي بلا مزيان هاد العصير واش غتخليه في الدار ولا شنو؟ ها؟ هاد العصير واش غتخليه في الدار؟ أنا رجعت لكم الغزالات ديالي يلاه وصلنا البنات المهم دابا راه 11 ديال الليل يلاه وصلنا للدار يلاه دخلنا كيف كتشوفوا باقا بحوايجي باقا ما بدلت ما والو قلت حتى ندار مع البنات وصلت لكم هاد لا فيديو ديال هاد النهار وديك الساعه باش باغا نمشي ندخل ندواش وراكم عارفين هاد الجو ديال كازا كتولي تتلصقع شي حاسه براسي دابا في واحد الحاله ما نعاودش لكم المهم طالعه امتى ندخل نخوي عليا الماء ونبدل حوايجي المهم الغزالات بغيت نشارك معكم اشنو خديت غير شي حاجات بساطين ماشي بزاف اصلا انا هاد المشيه كامله ملي جاتني هكا بالصدفه ما كنتش دايره لا البروغرام لا حتى شي حاجه مشينا وصلنا ماما لانه ان شاء الله غدا عندها الطبيب كنقول لها الله يشافيك وكنتمنى انك تسمعي شي خبر زوينه عندها الطبيب ديال هذه العينيه غدا ان شاء الله فخصها ضروري اليوم تكون تبات في كازا عندها غدا في الصباح هذاك الشيء ديناها اليوم وقلت غندوز هاد العشيه تمايا نضرب هكا دوره نبدلو الجو كيف كتعرفوا مع الحجر الصحي ومع كورونا ومع هادشي اللي داز علينا كامل شحال هادي ما شحال انا دابا عرفتي شحال دابا ديال الوقت باش ما مشيتش لكازا راه مده طويله المهم اللي جاتني الفرصه قلت غنمشي ناخذ معايا حتى تويبات هكا الجلالب لانه ما عنديش البنات صراحه جلبات ماشي ما عنديش عندي جلالب بزاف ولكن
صافي هذاك الشيء بحال كتملي منه، والحاجه ملي ما كلتيهاش العام الكيلوز عليها العام صافي ما كتبقاش تلبس. وبغيت هكا شي جلابات يكونوا روميين ويكونوا خفاف، نديرهم هكا نديرهم صيفيين، نخيطهم ان شاء الله. المهم خديت لوينات غامقين باش هكا ما نملش منهم بالزربه، وما بغيتش ناخذ هذوك الالوان اللي تيكونوا هكا مشعشعين بحال ما بقاش عندي مع هذاك الشيء بزاف. المهم خديت واحد في النوار البنات، ها شوفوا كيف كتشوفوا هذا لولان، التوب ديالو زوين وراكم عارفين لولان كيفاش كيكون، كيكون خفيف بزاف وهذا رقيق يعني ما غليظ ما والو. شو هذا خديت هاد لولا هذا كيف كتشوفوا، هاد النواغ ديال بصح يعني كحل 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 بريو، ماشي داك الكحل اللي كيكون هكا ندير ما عنديش معاه. وثاني توب خديت هو هذا، المهم كتعرفوا سوق الظلمه بالنسبه لنا ديال كازا راه غادي يعرفوا سوق الظلمه، جا في البرنوسي فيه التويبات فيه داك الشيء غزال كيحمق، وقلت جاتني الفرصه ناخذ من تما كيكونوا تويبات رخاص وتيكون عندك الاختيار انا كيفاش تختاري، هنا ما كتلقايش. المهم خديت هذا في البلو مارين وفي هذا الاسبرو بالبيض، هذا البنات تشوف ديالو عرفتوا كيفاش داير مطلوق وهكا خفيف خيط ماشي شو كيجي زوين صراحه هو في البصان ديال هكا شي خياطه تكون روميه. صافي هادو هما التويبات اللي خديت، وخديت واحد البيجامه هكا جات الصراحه غير بالصدفه، ما كنتش ناويه نشري بيجامه غير شفت الموديل ديالها وعجبتني وخديتها. هذه البيجامه اللي شفت ديال الصيفات اللي المهم هما اللي خارجين وصافي، خديت هذه عجبتني شفتوهم صراحه. انا هادو نهار خرجت ما شفتهمش هنايا، اللي دخلوهم دابا ما عرفتش فاش شاركت معكم الشريط ديال ماما وهذا ما بانوش لي. هذه ديال اف سالارون، في هذا السيل ديال اف سالارون صافي هكا سامبل بالضيفه. شوف هاد الجويب هنايا والسروال ديالها سامبل حتى هو نفس اللون، خيط والتوب ديالها بارد 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 بزاف البنات. المهم عجبتني صافي وقلت غناخذها وصافي. هادشي كاين، هادو من المشتريات ديالي ديال اليوم. مشينا دوزنا وقيد زوين، دوزنا عشيه زوينه، مشيت لمروه عجبتني فواحد الكسوه حمقاتني ولكن ما لقيتش قدي، ضرب لها دواره كيف شفتو معايا اكيد وبلا صورت لكم كلشي وصافي. هادشي اللي كاين، المهم عرفت شو عييت 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 عييت، حس براسي تسخسخت عرفت شو، ملي كتشوف شي بلاصه في نفس النهار كضربوا الطريق على جوج مرات كتحس بواحد العيا ما نعاودش لكم. المهم الغزالات ديالي كنبغي نقول لكم كنحماق عليكم، تهلاو لي فراسكم بزاف 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 بزاف. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد، غتشوفوني كنضربكم معكم مسخسخه لانه الطاقه سالات. صافي غندخل دابا نخوي ليا الماء ونمشي نتحمس، تهلاو لي فراسكم الغزالات وبسلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.